بيعتبر أدب الخيال العلمي من أكتر القصص اللي بتشد عديد من القراء، ده اللي دفع السينما العالمية إنها تقدم أفلام خيال علمي يمكن من بدايتها. في باريس عام 1902 اتعرض فيلم رحلة إلى القمر، واللي بيحكي عن أول غزو تخيلي للفضاء حتى قبل الطائرات ما تطير في الهواء. من بعدها لقت أفلام الخيال العلمي في السينما اهتمام شديد من المشاهدين، ده اللي شجع كتير من المنتجين هنا إن هم يحاولوا يقلدوها وينتجوا أفلام خيال علمي مصري. دي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقة النهاردة، لكن خلي بالك ما تتوقعش مستوى عالي من الخيال علشان ما تتصدمش، انت بس خليه على الله وخليك معنا. في الأول وقبل ما نبدأ كلامنا عايزين نحط خط فاصل ما بين أفلام الفانتازيا وأفلام الخيال العلمي، لأن السينما المصرية في عديد من أفلامها بيضيع معاها الخط الفاصل ده، بيدخلوا الاتنين في بعض بشكل يصعب فصلهم. الاتنين قايمين أصلاً على الخيال، الاتنين قد تكون الكوميديا أو أحياناً لازم تدخل الكوميديا في مرحلة المعالجة علشان المشاهد يبقى عنده استعداد إن هو يتلقى منك أي حاجة، لكن الفرق الحقيقي بيكون في الحبكة. فأفلام الخيال العلمي بتكون قايمة على اختراع أو اكتشاف علمي أو نظرية علمية أو حقيقة علمية، بيدخل فيها الخيال علشان يديها شوية لين وقبول عند المشاهد، بعكس الفانتازيا اللي بتقوم من الألف للياء على الخيال واللي أحياناً بيشطح وبيروح لأماكن بعيدة، زي مثلاً فيلم سر طاقية الإخفاء لنيازي مصطفى عام 1959، أو الفانوس السحري لفطين عبد الوهاب عام 1960، لاحقاً فيلم فتوة الناس الغلابة لنيازي مصطفى عام 84. الحبكة هنا قايمة أساساً على شيء خيالي بحت، واحد بتقع تحت إيده طاقية سحرية يلبسها ويختفي محدش يشوفه، أو واحد تاني بيلاقي بالصدفة فانوس مسحور مسجون فيه جني من آلاف السنين بيحرره من سجنه، فالجني بيمنحه 7 طلبات ينفذها له، واحد تالت بقى بيلاقي قلادة لها قوة سحرية اللي يلبسها يختفي ويقدر يحقق كل اللي في نفسه. وبالمناسبة بقى هنا عايزين نقول حاجة، بالرغم من ان فيلم فتوة الناس الغلابة اتصور في الثمانينات غير سر طاقية الإخفاء اللي اتصور في نهاية الخمسينات، ولكن نيازي مصطفى نفذ الخدع في فيلمه الابيض واسود افضل بكتير من فيلمه الالوان. انا مأمور اسم الجن الاحمر. كفاية بقى! ومن بكرة تبيع اللحمة بالتسعيرة. لا! كله كده! هتبيعها ولا لا؟ غزو الفضاء نوعا ما يعتبر من أفلام الخيال العلمي المهمة، بدأت السينما العالمية تهتم بيه زي ما قلنا من بدايتها مطلع القرن العشرين. في مصر كان فيلم رحلة إلى القمر للمخرج حمادة عبد الوهاب عام 1959 يعتبر أول فيلم من النوع ده، بتحكي القصة عن 2 علماء بيطلعوا في رحلة لسطح القمر علشان يستكشفوه. لما الصاروخ بيوصل هناك بيلاقوا راجل عجوز وبنته عايشين على سطح القمر، بتنشأ قصة حب بين العالم اللي جاي من الأرض وبنت الراجل اللي عايش على القمر، وبيكون الحب ده هو الدافع لان هم يعملوا كل ما في وسعهم ان هم يرجعوا للارض علشان يقدروا يتجوزوا ويعيشوا سوا. الفيلم نقدر نقول عليه ان هو بارودي او محاكاة ساخرة لافلام غزو الفضاء الامريكية اللي كانت بتتعرض وقتها في السينما المصرية. الاخراج كان فيه متواضع لاقصى درجة، يعني المفروض ان هم دلوقتي عايشين على سطح القمر، رغم ان هم باينين قوي ان هم بيصوروا في مكان صحراء واضحة جدا. كمان الكوميديا اللي في الفيلم ده مش من النوع اللي احنا متعودين عليه من اسماعيل ياسين. لو هنتكلم عن مشوار رشدي أباظة الفني اكيد هيكون الفيلم ده من ضمن الافلام اللي هنسقطها عمدا من بين كل افلامه. انت واقف لوحدك ليه؟ انت لازم متجوز. ولو هنتكلم عن غزو الكائنات الفضائية للأرض هنتكلم عن فيلم سيما علي بابا عام 2011 للمخرج أحمد الجندي، واللي قدم حكايتين ملهمش أي دعوة ببعض ولكنهم مشبوكين مع بعض في فيلم واحد. واحدة منهم بتتكلم عن بعض الكائنات الفضائية اللي خطفت حزلقوم، ابتدت ان هي تعمل عليه تجارب وتشوف نوعية السكان اللي عايشة في كوكب الأرض،
شكلهم ايه، بيتكلموا ازاي، بياكلوا ازاي، ويشربوا ازاي. نفس الشيء من دون افلام احمد مكي، جميعا بيجي الفيلم ده اقلهم نجاحا او حتى اقلهم في الكوميديا. نادرا ما تلاقي حد بيتكلم عنه او بيقول عنه افيه في السوشيال ميديا زي ما بنعمل مع كل افلام مكي ومسلسلاته. سلامك يا ولد من رب رحيم. شهور بنخطط لاغتيالك وفي كل مره نفشل، ده غير الخمس محاولات اللي قبل كده. انت ايه، فاكر ان احنا مش هنقدر نموتك؟ انا عمري شفتك قبل كده. يا نهار اسود، ايه اللي هاجم عليا ده؟ ده ايه الراجل الحديد اللي بيقول عليه؟ انا شفته وانا صغير في 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 سيما الام اللي جنب بيتنا. اه فيكم طالب القهوة ومين طالب الشاي؟ في عديد من الأفلام الكوميدية الفانتازية اللي اتقدمت في فترة الستينات لازم تلاقي أحد شخصياتها عالم أو مخترع بيقدم السيناريو شخصيته بشكل ساخر. هتلاقيه بيتكلم بشكل علمي، بيحاول إن هو يبقى جد، لكن الإطار العام اللي بيتقدم فيه الفيلم بيبقى كوميدي فانتازي. غالباً ما بيكون غريب الأطوار، غالباً برضه ما بيكون عنده إنسان آلي بيقوم بطلباته. فكرة الروبوت أو الإنسان الآلي ظهرت بشكل ساخر في الوقت ده زي كتير من أفلام الخيال العلمي اللي قدمتها هوليود، وده شفناه في فيلم المليونير المزيف لفؤاد المهندس عام 68 لما شفنا مكمك الإنسان الآلي بتاع الأستاذ حمدي المخترع واللي بيتمرد على عيشته الآلية وبيعلن عن رغبته في الجواز. وانت مش كنت وعدتني تجوزني؟ ما حصلش. وعدتني هتقدم لي اختراع إنسانة زيي. قلت ايه؟ حضرتك مش شايف اللخمه اللي انا فيها؟ اصل عاوز اكمل نص ديني. طب اصبر عليا شويه لما اروح وانا هفصل لك حته الدين حرمه. انا عايزها زي شكار. شكار؟ اه. انت حر؟ اما اشوفك هتستحملها بقى ولا لا؟ وفي فيلم شلبه في المصيده لحسام الدين مصطفى في نفس السنه عام 1968 بنلاقي يوسف بي وهبي بيقدم لنا صوره تانية للعالم درويش او دارفش اللي بيكتشف سلاله جديده من البشر اللي هي الانسان الانوي واللي كان بيدرسه على برو الكائن الغريب اللي هو كان مربيه في البيت ولكنه اصبح بيشوفه اكتر في شخصيه شلبه. بسمع ما اقول لك بقى، تقول لي انسان انوي هعملك ملوخيه. ومين اللي قال انك انسان انوي؟ انت ورقه. انا في عرضك. في السنه اللي بعدها قدم الثلاثي الفيلم الكوميدي المجانين الثلاثه للمخرج حسن الصيفي عام 1970 واللي بيحكي عن توفيق الدكتور البيطري الفاشل اللي بيقرر ان هو يبقى مخترع وعالم، بيخترع جهاز يكبر بيه حجم الحيوانات ويغير من خصائصها. بعد نجاح التجربة على المعزة بتاعته بيقرر ان هو يجريها على واحد صاحبه ولكن بيتحول لانسان عنده 180 سنة ما بيعرفش يرجعه تاني. الجهاز في الفيلم ده تنفيذه كان بشكل بدائي اقرب للخيال الطفولي او الكرتوني، عبارة عن حيطة عريضة مليانة مفاتيح ولمط بتنور وتطفي بشكل عشوائي وعدادات بتتحرك دايما، دليل على الشغل. شاركت الفنانة نجلاء فتحي في دور خطيبة الضيف احمد، تقريبا ده برضه كان من ضمن الخيال العلمي اللي كان في الفيلم. كمان بيعملوا تجربة لطيفة جدا على عروسة لعبة، بيدخلوها الجهاز علشان تطلع منه سهير زكي تقدم وصلة رأس مميزة الصراحة على ألحان بليغ حمدي. أما عن تقديم شخصية العالم بشكل ساخر فما كانش ده قاصر على السينما المصرية بس، قدمت السينما العالمية عدد كبير من شخصيات العلماء الكوميدية زي فيلم لافر كام باك واللي قدمته هوليود عام 63 أعيد تقديمه مرة تانية في فيلم واحدة بواحدة للمخرج نادر جلال عام 84، ولكن بصراحة الدكتور عبد الجواد أيوب كان دمه أخف بكتير من العالم الأمريكاني. كان دكتور عليها ايه؟ الله تاجر اخلاق بالجمله والقطاعي. ده لازم الراجل ده مجنون، هو في اخلاق تتباع ولا ده لازم نوع جديد من النصب والاحتيال؟ ما هو واحد بيقول لواحد ايه النصابين كتروا قوي، قام الثاني قال له المغفلين اكتر. ومن الخيال العلمي كمان القصص اللي بتقوم على ابتكار عقار او دواء بيغير من صفات الانسان او عاداته او حيويته، بالرغم ان ده مخالف للواقع طبعا ولكن السينما قدمته في عدد من القصص الناجحه
اللي بتتكلم عن حاجات زي كده، اولها كان فيلم اخلاق للبيع للمخرج محمود ذو الفقار، واللي كان اقتبسها عن رواية ارض النفاق للكاتب والاديب يوسف السباعي، واللي بتحكي عن عطار بيتوصل لتركيبة بتغير فيه اخلاق البشر، بينعكس التغيير ده على تصرفاتهم واعمالهم مع بعض بالسلب او بالايجاب. نفس القصة اللي اعاد تقديمها المخرج فطير عبد الوهاب عام 1968 في فيلم ارض النفاق، ولكن بمعالجة تانية وشكل تاني بتختلف جذريا عن معالجة محمود ذو الفقار، وبتقرب اكتر من الاصل المكتوب في رواية يوسف السباعي. قدمها فؤاد المهندس في واحدة من اجمل افلام الفانتازيا في السينما المصرية. طب كان اللي فيه؟ لا لا يعني عندكم سعر محدد؟ لا وان كان مفيش ولا يهمك بعدين. شكرا. وفي فكرة مشابهة شفناها في فيلم هي تلاتة للمخرج عباس كامل عام 1961. المعلم عباس الأزاز اللي كان عنده 80 سنة دايما مش بيعترف بتقدمه في العمر، بيدور على الوصفات البلدي علشان يرجع شبابه وحيويته. لما بيعرف ان في دكتور ابتكر عقار اسمه هي تلاتة بيعمل كده، فعلى طول بيروح يحجز عنده، ولكن في لحظات الغيبوبة بيشوف امور تخيلية يخليه يرجع في كلامه ويعيش سنه ويعترف بشيخوخته قدام الناس. الفيلم بيميل للوعظ اكتر من الفانتازيا او الخيال العلمي، ولكنه عموما من الافلام نادرة العرض في سينما الستينات. دايرني على مين؟ شد حيلك كلها ساعة وتبقى تحلية. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحة. التطبيق العلمي للجهاز يمكن ان يسافر عبر كل الحواجز الزمنية معتمدا على الشحنة الكهرومغناطيسية الموجودة بداخل شحن جهاز. عارف ده معناه ايه؟ شكلنا اتشلحنا. اما بقى لو اتكلمنا عن نقطة السفر عبر الزمن، فهي امنية موجودة عندنا جميعا. مين فينا مش بيتمنى ان هو يرجع بالزمن لورا، يصلح اخطاء الماضي ويعيش حياته من جديد بالشكل اللي هو عايزه، او يتقدم بالزمن لقدام على امل ان هو يلاقي حياة افضل. وهو ده على فكرة سر نجاح النوعية دي من الافلام عند كتير من المشاهدين ايا كان اللي بيتقال فيها. ويعتبر اول فيلم عربي يقدم الحكاية دي هو فيلم مملكة الحب عام 73، الانتاج والاخراج لبناني للمخرج روميو لحود، ولكن اغلب الممثلين كانوا مصريين. بيحكي عن عدد من العلماء بيتوصلوا لاختراع وسيلة للسفر عبر الزمن، لما بيركبوها وبيلاقوا نفسهم رجعوا بالزمن ورا قارة أطلانتس المفقودة، بتنشأ علاقة حب بين واحد فيهم وملكة أطلانتس، بينقذها معاهم لما القارة بتاعتهم بتغرق وياخدها ويرجع تاني للزمن الحالي. المعالجة كانت ضعيفة جدا، بتوصل لحد الكوميديا في بعض المواقف، بالذات لما حبوا يسافروا للزمن المستقبل حصل خطأ ورجعوا للزمن الماضي. صناع العمل غالبا كانوا عايزين يقدموا فيلم خيال علمي، ولكنه في النهاية قلب على كوميدي، خصوصا في اللبس اللي كانوا لابسينه. إضافة لكده كمان الفيلم مليان مشاهد ساخنة بين حسين فهمي وناهد يسري، اللي قدمت دور ملكة أطلانتس بشكل خارج عن أي سياق درامي، أو تقدر تعتبرها مشاهد ملهاش لازمة من الأساس، كانت وبال على الفيلم وسبب رئيسي من أسباب تراجعه وفشله. أما بقى لو حبينا إن احنا نتفرج على فيلم خيال علمي بجد، سيبك من كل اللي اتقال ده، اتفرج على فيلم قاهر الزمن للمخرج كمال الشيخ، واللي كان آخر أفلامه عام 1987. الفيلم بيحكي عن فكرة علمية سيطرت على كتير من الأطباء وقتها، هو فكرة تجميد الجسم البشري بتعريضه لدرجة حرارة منخفضة جدا والمحافظة على المناخ ده لفترة طويلة، وبعدين إعادة الحياة ليه من تاني في الزمن المستقبل عن طريق الرفع التدريجي لدرجة الحرارة. التجربة دي عملها أكتر من مرة الدكتور حليم زغلول، واللي كان بيسرق المرضى من المستشفى بتاعته علشان يعمل عليهم التجارب دي بشكل سري. بيتدخل في الأمر الصحفي كمال إبراهيم، واللي بيحاول إن هو يكتشف الموضوع، وبيصطدم برغبة الدكتور في إن هو يعمل مزيد من التجارب. كعادته المخرج كمال الشيخ بيقدم الفيلم ده في جو ممتع من الرعب والتشويق والإثارة. قدم نور الشريف وجميل راتب في الفيلم ده أروع ما قدمه من شخصيات. القصة كتبها الرواية السكندري نهاد شريف، واللي طبعها في رواية ونزلها السوق بعد نجاح الفيلم، تعتبر قطعة أدبية رفيعة من أدب الخيال العلمي، حصل بيها على جوائز عديدة من وزارة الثقافة ونادي القصة. أرجوك ما تحاولش تسألني أي حاجة في الموضوع ده،
قبل ما اقول لك انا افتكر انك استضفتني هنا عشان اتابع البحث واعرف نتيجته. تتابع لا، لكن هتعرف النتيجه طبعا بس في الوقت اللي حددته انا. وفي فيلم الرقص مع الشيطان عام 93 للمخرج علاء محكوب بيقدم نور الشريف شخصية مختلفة، الدكتور واصل أبو العزم اللي رجع من روسيا بعد دراسة الدكتوراه في النباتات الطبية، بينجح في استخلاص عقار من نبات مجهول بيديله القدرة على الرجوع بالزمن لورا، بيقابل جده اللي مات من فترة طويلة بيحاول يعرف منه سر من أسراره اللي ما كانش حد قادر ان هو يعرفها من العيلة. في احد التجارب بيتقدم به الزمن لقدام بيحاول ان هو يكشف جزء من مستقبل حياته. الاخراج كان فيه كتير من المبالغة من المخرج علاء محجوب زي استخدامه لعديد من المشاهد التعبيرية، الديب الاسود اللي كان بيحوم حوالين البيت كل ما ينزل الدكتور واصل للمعمل بتاعه، او بعض الحيوانات البرية المخيفة اللي استخدمها في كتير من المشاهد بشكل مبالغ فيه لحد كبير. لو تقدر تتكلم كنت قلت لي رحت فين وشفت ايه. وفي سينما الالفينات قدم الثلاثي فيلم سمير وشهير وبهير للمخرج معتز التوني عام 2010، واللي عرض بشكل كوميدي مشكلة ثلاث اخوات راحوا يجربوا جهاز اخترعه الاستاذ بتاعهم في الكلية، فرجعوا بالزمن لورا قدروا ان هم يقابلوا امهاتهم قبل ما يتعرفوا بابوهم منير الخطير، وبيحاولوا كمان ان هم يوصلوا للدكتور اللي اخترع الجهاز ده علشان هو ده الشخص الوحيد اللي هيقدر يرجعهم تاني للزمن الحاضر. يا ترى بيتصرف معهم ازاي؟ طب وبعدين؟ ده لو ابوكم متجوزش امهاتكم يبقى ملوش لازمه الجهاز اللي بتعمل ده، ما كل واحد فيكم طلع لابوه زي الخازوق وبوظ عليه الموضوع. انتوا متخيلين الموضوع لو كمل على كده هيبقى عامل ازاي؟ الفيلم رغم امكانياته البسيطه واحد من اجمل افلام الالفينات الكوميديه، افهاته ماليه السوشيال ميديا وعلى لسان كل واحد فينا اتعرض لمواقف مشابهه، قدم فيه الثلاثي عدد من المشاهد الكوميديه الساخره من سينما زمان. افتح يا حصول انا عندي مجلس مدهش مدهش جدا مدهش خالص. يا تنزوخة حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مشروع من اخطر المشاريع الازوتية الا وهو مشروع المطر الصناعي Artificial Rain. انت فرحان كده ليه ان العفريت اتحرق؟ اصله عفرت لنا الطاقية دي بقى الطاقية الإخفة. طاقية الإخفة؟ طاقية الإخفة يعني؟ ايه رأيك لو نجرب؟ نجرب ايه؟ مسحوق شجاعة. لا يا اخوة جربه انت لوحدك، انا مش هستغنى عن عمري. انت خايف من ايه؟ يمكن يبقى شجعان. افرض ان احنا بقينا شجعان، بقينا حسن عبد الرحيم اللي عدى المنش. ايه يعني؟ عاوز حاجة تانية؟ عاوز اتجوز. انا تحت امرك كممرضه. عاوز الشباب. انا اساسا من بني الانسان، مش مصدقني؟ طب ثانيه واحده اثبت لك. ادي كده خطفتني على سهوه، ادي بطاقتي، وادي كارنيه مركز شباب عابدين بس خلص، وادي نص ربع جنيه مكتوب عليه لا اله الا الله، النص الثاني عند امي في البوك الازرق بتاعها. يعني التاريخ ده تاريخ النهارده؟ ايوه يا عم، هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه طبعا طبعا. ولو حبينا بقى ان احنا نتكلم جد شوية نقول على الاسباب اللي خلت سينما الخيال العلمي عندنا بالصورة اللي شفناها في حلقة النهاردة، في حين هي بلغت شكل تاني في السينما العالمية. النوعية دي من الافلام بتحتاج لميزانية ضخمة للانتاج، الى جانب ان هي بتحتاج لخيال ابتكاري يقدم للمشاهد افكار بعيدة عن خياله، يبقى الفيلم من اوله لاخره بعيد عن مخيلته واستنتاجاته، في نفس الوقت يبقى قايم على اساس علمي واقعي كان او فانتازي حتى من خيال المؤلف. الغريبة ان عندنا حتى لو هنقتبس علشان نقدم فيلم خيال علمي بنلاقي ان الكوميديا بتتفوق على اي عنصر تاني في الفيلم، فبيبعد الفيلم عن الخيال العلمي بيتحول الى فانتازي غصب عن الجميع. لو كانت الكوميديا حلوة غالبا المشاهد بيقبل بالتغيير ده وبيرضى بالفيلم على حاله. وبعد تقديم مسلسل النهاية في رمضان 2020 أصبح تقديم أفلام خيال علمي بحت مطلب أساسي لكل مشاهدي السينما المصرية. هنشد خط على كل اللي فات ونبدأ من أول السطر وننتظر أول فيلم خيال علمي بجد. الكاتب والمؤلف عمرو سمير عاطف رغم أنه عدد كبير من متابعيه توقع منه أن المسلسل هيبقى اقتباس من أعمال أجنبية لكن ما حصلش. توقعوا كمان أن المشاهد هتبقى إعادة تقديم لمشاهد
من السينما العالمية، لكن برضو ده ما حصلش. كان النجاح ممتاز بعد انتهاء عرض المسلسل، يبقى ايه المانع من تقديم مزيد من الأعمال المشابهة في السينما والدراما؟ اللي ما شافش الأفلام اللي عرضناها النهاردة يروح يتفرج عليها، رغم ان هي مش خيال علمي قوي لكن أغلبها جدير بالمشاهدة. قولولنا كمان على توقعاتكم لمستقبل أفلام الخيال العلمي في السينما المصرية، مين عندنا من الكتاب مؤهلين للكتابة في الخيال العلمي، مين كمان من المخرجين يقدر ان هو يقدم النوعية الحساسة دي من الأفلام. قولولنا على أرائكم في الكومنتات تحت الفيديو أو في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا صفحتنا الجديدة على فيسبوك وساعدونا ان احنا نوصل بيها ل10,000 متابع، اللينكات هتلاقوها موجودة في الديسكريبشن. تابعوا كمان الموقع الجديد لمدونة غاوي سينما، واللي هتلاقوا فيه مقالات عن موضوعات كتير في تاريخ السينما المصرية. لايك الفيديو لو عجبك، وشير لو عجبك قوي يمكن يعجب حد من اصحابك. لو بتشوفنا لاول مرة ياريت لو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خاصية التنبيهات من الجرس علشان يوصلك كل شغلنا، ولو عايز تشوف فيديوهات تانية للقناة استنى الشاشة اللي جاية. نشوفكوا دايما على خير.